ليس من السهل أن تلعب كرة قدم في أحد فرق ميلان. مساء النور للزميل عبد العزيز النصر بمياتسا اللي يحتضن هذا اللقاء. ميلان أمام التورو اللي يمر بأزمة حقيقية، ولكن الريمونتادا من الشهر منحت النيرة السوري أنت تمكن من فرض التعادل السلبي. هل قادر أن يحقق الفيستري؟ وفي الهجوم نجد أليخاندرو بيرنجير مدرب لونجو في المرمى السيريجو بريمير وأيضا كاستيخو ويقود الهجوم. ميلان الفريقان التقيان في ربع نهائي كوبا إيطاليا، ما خسرش الميلان في هذا اليوم في الدوري. سيريجو أمام دوناروما وإبراهيم بيلوتي، مرور يسترجع كاستيخو، كاستيخو تبقى الكرة عند ميلان، السدد إبرا في الشبكة، لا ركنية لفريق ميلان فيما إصابة إسبانيولي. كرة تلعب على مستوى القائم الأول، طلعة ينطلق إبرا، إبرا كرة من إبرا غناتك التورو في 18 كمدرب مؤقت مع التورو في مكان بيولي مدرب الفيو. إيديرا يستخلص كرة باكيتا تتحول من زمن الشوط الأول في مباراة تساوي ثلاث نقاط مهمة من أجل العودة. إبرا على مشارف الأربعينات ومازال متألق، بس الكرة عند إسماعيل بن نصر، بن نصر كرة منطقة تورو تخطى مرحلة الفراغ من أجل القبض على النقاط الكامش. بالكعب ينطلق الديو عرضية، تدخل من كوكيتش، شوف الضغط من السبعة يسترجعها ميلان. باكيتا باتجاه زلاتان، إبرا هون حكي و23 هدف مع فريق اليوبي. سقوط ريبيتس وحق فريق التورو، كرة لتورينو عند اللاعب إيديرا. سيموني دافيد كالابريا يلعب كرة السبيدان، تغطية موجود عند ريبيتس، بيو هرنانديز كرة تصدر، يبدأ المحاولة فريق الميلان، كرة تنقل عند كاستيخو والدفاع، والدفاع حاضر، ترجع كرة عند كالابريا، كالابريا يسدد النجم الكبير، النجم اللي تحدى عامل السيفا كيتا، ينطلق البرازيليانو لوكاس بينيا والدفاع في كيسي، يلعب كرة إيديرا بسلفستري خطير التورو، ولكن كرة بعيدة بشكل غريب بعد إقالة ماتساري. باكيتا يضغط لأن زلاتان هل يسجل فرانكيسي، لولو كيسي تابع، الدفاع واضح من جانب الليفواري والخطة موجودة. أول هدف سجل زلاتان مع مينا في الدوري في مرمى لاتسي اللي كان واحد. بيرنجير داخل منطقة الجزاء الرأسية إلى خارج الملعب، الحكم يحتسب من كولون متابع الكاميروني. تلعب كرة داخل منطقة الجزاء فريق ميلان، أنا بعد زلاتان يمر، زلاتان يمهد ولكن بصبرة ثانية. ريبيتش يلعب كرة باتجاه زلاتان يمهد، باكيتا في الشبكة، لا التصفي، إبرا يتابع، إبرا زلاتان يمر، زلاتان يمهد ولكن بصبرة، يلتف يكسب كرة الصربي، نقل عن بيديرا، إيبيرا يتقار لكريستيان أنسالدي، عرضية من الأرجنتيني ومتابعة من بيلوتي الجالو. بريمير يتقدم الكرة، كرة من بيلوتي يضغط بن ناصر فيما هناك صابرة. بيو ودار بواروتام нет положения вне игры, Серега выходит из ворот, ну, конечно, с опозданием, мы все понимаем. Тео, брат, правда, мяч потерян, в итоге Кастельехо, передача на Ребича, Ребич 1-0, Анте Ребич забивает ворота Серегу и приводит практически в экстаз некоторых болельщиков Россонери на стадионе, 1-0, впереди Милан, Анте Ребич, очередной гол. Ребича пятый уже в чемпионате. Можно играть снова. Томаринкоан штрафнует до народа. Опи Понсеги сажает триплета в Мармантуру. Ибрагимович, Златан. Ибрагимович и Сепет. Кура тетхауэн лоркнея. Дахил матаку тали, ле. Топат кура мен премьер. Эртака ле Романьоли. Тарша на фарик Милан. Фима унекс в актер.
الحديث أيضا عن إمكانية الاستعانة بالسارق، ولكن عاد شيء شيء كان مفقود في التمرير، ويرجع كرة الوراء، كرة معادة بجانب جوسيبي مياتزا وفالنتينو ماتسولا في الملعب. مسارة عن بيتورينو والتدخل، كرة لفريق التورو في منطقة ميلان، والطرد لفريق ميلان أن يعوض نتيجة الذهاب والتعادل الإيجابي. يذكر أن هرنانديز ينطلق بالكرة، يواصل الفرنسي بايو، المسك موجود، المسك موجود والخطة واضحة. أيضا يوفي تأهل حساب الميلان، ميلان يوفي أيضا التقيا في الكرة الثابتة. كاستيخو داخل منطقة الجزاء تبع لميلان، فيما يسعى التورو للخلاص كما قال مدرب بلوكو، الخلاص يبقى اليوم من ميلانو. ولكن آخر موسم لي مع ميلان موسم 2011-2012، موسم اللي خسر فيه الميلان لقب سكوديتو. احترامي للهوندا والمازدا. ترجع كرة مرة أخرى عند فريق التورو، محاولة مرور، شوف باخت من كالابريا، هيتشي مر ساشا يلعب كرة عرضية، كرة تتجاوز الخط وضربة مرمى لفريق الميلان. نيكولو نيكولا عند إيديرا، إيديرا يمر للوكيتش، ساشا لوكيتش عرضية، تغطية لفريق التورو بسيلفستري، يلعب كرة، تدخل من إسماعيل بن نصر وحكم المباراة من التعديل. بيرنكير التسديد، التمرير لريبيتش، ريبيتش ولكن عودة سريعة من اللاعب، نقل الكرة منطقة فريق الميلان، تدخل من سيمون كير، يبعد كرة خارج ميدان المدافع الأول في تشكيل فريق الميلان، كرة تبعد من الدفاع، بينما هناك صابر وخطأ. ميلان يشرس، كرة تستخلص، ترجع بمحاولة لفريق الميلان، كالابريا، دافيدي من أجل كسر الأبواب المغلقة وإيجاد مرمى الحكيتا، كرة ممتازة للسمعة، سمعة، إسماعيل، إسماعيل عرضية، تلعب كرة بشكل مقوس، هذه رأسية عن سارق بالقبة، يبعد كرة سارق والحكم يحكم. شكرا لزميل محمد بركات، شوط أول سلبي لل الآن نعود إلى الأسطورة التحليلي مع الزميل عبد العزيز في النصف الأول من هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، فبري تعلن انتهاء الشوط أن يكون متواجد باستمرار أساسي بيش باكيتا، ينطلق البرازيليانو، باكيتا يبرر كالابريا، يرجع بان سادي، كريستيان خروج ريبيتش، يمرر كاستياخو، زلاتان، إبرا إبرا إبرا، ماما ميا إبرا، سددها زلاتان، فك كيسي ينطلق، كيسي عرضية، كرة عند الحارس سيلفستري، لوكيتش لوكيتش ورينكير، ينطلق أليخاندرو، يوصل هجوم إسبانيولي، أليخاندرو قد توصل، والحكم يوجه باب رومانيولي، يبعد كرة زلاتان يمرر، إيديرا إيديرا معاه فروم كيسي، ساساليكوتش يلعب كرة عرضية لوكيتش، محاولة خط الكرواتي من الهجوم، كرة داخل المنطقة الثاني كاسيخو والثاني غير معقول يا كرواتي، نو يلعب كرة لخاندرو، خطيرة هذه المحاولة، والدورو تورينو في الهجوم يستخلص كرة ميلان، كرة الموسم اللي نزل فيه ميلان السيدي بي، كرة داخل منطقة الجزاء راسية عند دوناروما، كرة عند دوناروما، أديان سادي كالابري معاه، كرة لبيرنكير، بيرنكير، خلوتي بنادوني، مالديني، رجعنا لشيفشنكو ليا يعني يعطوه اسم ولقب، هذه محاولة خطيرة لفريق اليساندرو وأليسو، أشال كريستيان أنسالدي كالابريا معاه، كرة داخل منطقة الجزاء فريق ميلان، كالوني اللي كان ملقبة بالباس في لاعب انجليزي كان متألق مع واتفورد، انتقل لميلان لسوء الحظ، بلوتي ريبليسي، بيلوتي بيلوتي يمر بن ناصر، بيلوتي خطيرة تورو، بلو يمرر، إخراج كرة مجال فريق التورو، يلعب كوتش ريبيتش، يلعب كرة باتجاه كاستيخو، تم القاء حجرة ضربة راس كوليفاتي، انصدي الأرجنتيني مازال كرة معاه، سوكو تانسينو إلى حد الآن يحاول أن يظل متماسك، كرة لفريق التورو ترجع بدفاع فريق ميلان، باليسار لبيو، بيو يلعب كرة عرضية، زلاتان